الآن أنتقل إلى خليل الحاج. بعد التحية أستاذ الحاج، يعني تفاصيل هذه الإجراءات مع حضرتك، وأنت رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية. شكرا. طبعا القرارات ليست سهلة، ونحترم ونقدر أنه من اتخذ هذه القرارات ليس هدفه يعني إلا المصلحة العامة. أكيد هذه القرارات لها أثارات سلبية، أثار سلبية على الاقتصاد وخاصة على القطاع السياحي. اليوم إحنا كلنا علينا واجب أن تمر هذه الأزمة إن شاء الله على بلدنا بدون أضرار وأن تعود الوضع لطبيعته. اليوم مطلوب منا نتكاتف، لأنه حتى القرارات يعني كنا نتمنى أن نكون شركاء أو يتم التشاور معنا في القطاع الخاص في بعضها، لكن حصل أنه طلعت هذه القرارات. اليوم المطلوب للجميع تنفيذها وعدم التهاون أو محاولة عدم تنفيذها. بصراحة إحنا علينا واجب كغرف تجارة، اليوم إحنا بدأنا أخذنا الإجراءات مع موظفينا مع المراجعين، عملية التعقيم، حتى أعضاء الغرفة وأعضاء النقابة زي ما تفضلت الدكتورة ميرفت أنه وجود المعقمات على مداخل المولات، الكل مطالب بالالتزام. موضوع الإقبال اللي حكيت عنه مظبوط، في بعض المحلات شهدت زيادة في الإقبال. طبعا مواطننا أحيانا طريقة بث الأخبار أو طريقة بث النشرات تؤثر على يعني سلوكه الاستهلاكي. المنخفض امبارح كان اول امبارح كان في حركه تزامنت مع صدور قرارات. اليوم كان في تخوف انه القرارات القادمه ستشمل منع خروج المواطنين، وارجو من الحكومه توضيح هذه المعلومات انه القرارات لا تشمل منع الناس من الخروج او الذهاب للعمل، لانه هذا الكلام بيؤدي الى تزايد التهافت على الاسواق وتخزين مواد، واحنا لسنا بحاجه الى مثل هذه التصرفات. لذلك يعني قرارات صعبة ليست سهلة. المطلوب من الحكومة أيضا أن تكون تعي أثرها السلبية على قطاعات كثيرة، وأن تقوم بواجبها كما على الكل الالتزام والحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة بلدنا. الحكومة عليها واجب أيضا أن تقف إلى جانب القطاعات حتى تبقى صامدة على الأقل وتعبر هذه الأزمة مع بعض، وإن شاء الله أنها لا تطول، لأنه إحنا بوضع اقتصادي صعب ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله. خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.